من اول الدول. وهنا احنا بقى نلاقي المصداقيه، يعني لما تكون دوله غير طرف، دوله مش في المنطقه، دوله بعيده كل البعد، ولكن هي عانت من نفس ويلات ما يعانيه الشعب الفلسطيني، فقررت ان هي ترفع هذه الدعوه. اما عن تأخر، أو مش هنقول تأخر، هي مصر عارفة كويس قوي وإمتى، يعني كان في طبعا قبل القضاء في طبعا حاجة اسمها الوساطة ما كل ده شغالين ولحد دلوقتي طبعا حتى مصر الآن يعني في مساعي ليها دور كبير جدا في الوساطة، ولكن احنا شايفين يعني رفض تام من الجانب الإسرائيلي على هو في انقسام في الجانب الإسرائيلي، هو خليني في انقسام داخلي كبير في الحكومه. خليني بس اركز على نقطه مهمه واللي انا جاي نتكلم عليها النهارده هو الشق القانوني. الشق القانوني طبعا هو السياسه والقانون، هم ليهم طبعا دور مهم جدا، ولكن عندما نتحدث عن محكمه بجانب، هي المحكمة عمرها ما كانت مسيسة، ما ينفعش تكون المحكمة مسيسة، هي في شق موضوعي في شق قانوني، وخاصة جنائي دولي، ده مهم جدا احنا نتكلم عنه. وان جنوب افريقيا يمكن لما تحدثت في دعواها تحدثت عن جرائم الإبادة الجماعية، وده يمكن اللي ظهر في التدابير المؤقتة واللي ألزمت فيها إسرائيل، يمكن قالت ان هي محتاجة توقف او عايزة خلال شهر واحد يتم تقديم تقرير انت عملت ايه في ظل عدم تصعيد القضية وعدم تصعيد وتهويل وما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي. شايفين ان حقوق الانسان بتتفرج، القانون الدولي العالم الدولي بيتفرج على هذه الإبادة الجماعية. انا بس عايزة ارجع لنفس النقطة عشان ما نتطرقش نفس النقطة، ليه مصر قدمت دلوقتي؟ مصر اول دولة عربية عملت اتفاقية سلام مع إسرائيل، دي مهمة، اتفاقية كامب ديفيد. اتفاقية كامب ديفيد يمكن لما نصت، يمكن سواء كانت الدباجة أو المادة الأولى أو الثانية أو الثالثة، قالت أن لا يحدث انتهاكات لحقوق الإنسان ولا القانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك في اللي هو ان ما يكونش في انتهاكات حتى كمان لما يحدث حتى للدولة المحتلة. أنا عايز أسألك سؤال في النقطة دي دكتورة غادة، يعني مصر تحديدا مع القضية الفلسطينية، يعني احنا بنقول من 48 طبعا. هل مصر في وجودها مع دعوة جنوب افريقيا، اعتقد ان مصر مع حدودها مع قطاع غزة لديها ما يكفي من الادلة، لديها ما يكفي من المسببات، لانه القانونية قانونية، لان احنا متلاصقين طبعا. يعني هقول لحضرتك على حاجة، في مشهد انا شفته والمحكمه كانت شغاله، انه المساعدات داخله وجاء المستوطنين قبل ما توصل لشمال قطاع غزه، عملوا ايه؟ قطعوا الطريق قدام المساعدات. ايوه، وحرقوها عشان ما توصلش. ما توصلش، ما توصلش طبعا. طيب، ما دي جريمه، ده في جرائم، ده دي جريمه تجويع، لانه يا فندم تجويع متعمد، خلي بالك حضرتك يعني.